اطلع اي اكس واي. على طريقه اي اكس واي باخذ، بتعرفوا ايش اسمه الجيومتريك مين؟ الوسط الهندسي. ايش الوسط الحسابي لرقمين؟ مجموعهم بقسمهم على العدد، او اثنين بقسم على اثنين، اذا مجموعه بقسم مجموعهم بقسمهم على عددهم. الوسط الهندسي الجيومتريك مين لرقمين لمجموعه ارقام، اني بضرب اكس 1 اكس 2 او اكس 1 اكس 2 الجذر التربيعي بعطيني الجيومتريك مين لهدول الرقمين. الجيومتريك مين مجموعه ارقام، باخذ هذا بختلف عن الارثمتيك مين. فهلا اي اكس واي رح ناخذ اول شيء دي ام نفس الطريقه، دي ام رح تساوي رو مضروبه في دي اكس دي واي دي زد. بعدين راح اخذ هلا دي اي اكس واي تساوي، هلا دي اي اكس واي تساوي شيء مختلف. هون ليش كنا نضرب؟ كنا نضرب بالمسافه من هون للاكسس اللي موجود هون. بس انا لو انا عمالي بشتغل اكس واي راح اضرب في المسافه من اكس والمسافه من واي، فراح تكون عندي هاي عباره عن اكس واي تربيع، وبعدين عندي هون رو دي اكس دي واي دي زد. فهذا راح يلغي مع هذا من هون، فهي راح تصير اكس واي رو دي اكس دي واي دي زد. فبتصير عندي اي اكس واي تساوي 1 2 3 دي اكس دي واي دي زد، وعندي هون اكس واي في رو، وهذا اكس راح يكون من صفر الى دبليو صفر لدبليو زيرو صفر لال صفر لاتش. اوكي نفس الطريقه، الاختلاف الوحيد قلنا هاي لانها اكس واي هون ضربنا في بعدها عن اكس بعدها عن واي. عمالي بحاول اطلع السيمتري. هلا اذا عندي هون اكس، اذا كان في سيمتري حوالين الزد اكسس راح يكون يطلع اي اكس واي زيرو، بس ما عندي سيمتري هون حوالين، او فيش عندي سيمتري، فيش عندي سيمتري حوالين الزد الزد بلين. اكس واي شو بتساوي هلا؟ بدي اكمل اول شيء، ممكن ابدا بزد وممكن اخذ زد مع زيرو اتش، مش هيك؟ فبصير عندي زيرو دبليو زيرو ال اكس واي اتش رو دي اكس دي واي، وبعدين راح يصير عندي هون زيرو ال. هلا بدي اخذ مين بالاول؟ اكس، فبتصير هاي اكس سكوير على 2 في واي اتش، ونطلع اتش في رو برا. بعدين عندي هون دي واي، وهاي بالنسبه لاكس راح تكون من 0 ل دبليو، بتصير اتش في رو من 0 ل ال، وهاي بعوض بتصير دبليو سكوير واي على 2، مش هيك؟ دبليو سكوير واي على 2 في دي واي. بعدين بنكمل بالنسبه لواي، فبصير عندي اتش في رو، وعندي هون دبليو سكوير برا، فراح يصير عندي هون دبليو سكوير على 2 برا، فراح يصير عندي واي سكوير على 2 عندي حاجه 0 ل ال، فبتصير عندي اتش رو دبليو سكوير على 2، وهي بتصير ال سكوير على 2 وتساوي. هلا بطلع نفس الشيء، رو في اتش في ال في دبليو بتعطيني ام على 4، وبضل عندي هون دبليو ال، ولاحظوا دبليو ال ايش كانوا؟ هم الاكس والواي، هي الاكس واي اعطتني هون ال واي. وهلا بنفس الطريقه هذه عباره عن اي اكس واي بالبرمتيشن، ممكن ناخذ هاي الان نحطها وين بتيجي عندي في المعادله. هاي اي اكس واي هي نفسها اي واي اكس، فبتكون عندي ام على 4 دبليو ال، هون عندي ماينس دبليو ال، انها دبليو ال نفسها راح تكون هون ناقص ام على 4 دبليو. هلا اذا بنعمل بيرميتيشن، اذا عندي هاي هي اكس واي، هاي راح تكون هون اكس زد، اكس زد ايش راح يكون فيها؟ دبليو اتش، لانه الدبليو تبعت الاكس، والهاي بتصير هاي دبليو اتش في ام على 4 نيجاتيف، ونفسها بتكون هون ناقص ام على 4 دبليو اتش. واخر شيء راح يكون عندي هون واي زد زد واي، اللي هي بتكون ال واتش، فبتصير عندي هاي ال اتش ام على 4 نيجاتيف ناقص ام على 4 اتش.